لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واستمرار للدعم المصري المقدم للأشقاء اللبنانيين. أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بمغادرة سفينة الإمداد المصرية حلاي من ميناء الأدبية بالسويس متجهة إلى ميناء بيروت بدولة لبنان، محملة بكميات كبيرة من المساعدة الإنسانية المقدمة من جمهورية مصر العربية لدولة لبنان الشقيقة. وتعتبر المساعدة المصرية المقدمة إلى دولة لبنان إحدى أوجه التعاون المضيئة في العلاقات المصرية اللبنانية لاستمرار توطيد العلاقات المصرية مع الدول الشقيقة والصديقة والتي تلقى كل تقدير واحترام داخل المجتمع اللبناني.